عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس دول أمريكا اللاتينية خلال زيارته إلى فنزويلا بعدم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس اقتداء بما ستفعله الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وتأتي دعوة عباس بالتزامن مع إعلان الخارجية الإسرائيلية باعتزام باراغواي بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع الشرعية الدولية.